إلى الحياة، عائدة من مخيم الهول إلى الحياة. كنا بظلام، كنا بتعب، كنا خوف. حالياً الحمد لله طلعنا على الحياة، شفنا النور، غيرت حياتنا للأحسن. انضمت أخذ فكرة عن المعجنات حتى أفتح مشروع خاص إن شاء الله. اشتغلنا البيتي فور، البرازق، الغريبة، يعني نظرة عن الأعمال. أنا كنت مخيم الهول مثل اللي كان بسجن ورجع عاد على الحياة من جديد. دخلت بالمشروع هذا فتعلمت أنواع من البيتفورات بأشكالها بأنواعها. اتاحت لي الفرصة، تعرفت على بنات جدد، صار بيناتنا ألفة ومحبة وتعاون. تعاوننا بشكل كامل على إنتاج شيء مقدار معين. هناك 16 مستفيدة، 8 عائدات و8 مقيمات، ولله الحمد تم استجابة المستفيدات استجابة جيدة بالنسبة للتدريب، وكان هناك تجاوب ممتاز بالنسبة لهم. علمناهم بعض الأصناف من المعجنات، وإن شاء الله بإذن الله تعالى سيتم طرح هذا المنتج على الأسواق، وهناك دعوة للمنتج، يعني دعوة للمعرض. في مدينة هجين دخلت في مشروع للمعجنات وحبيت المشروع وحبيت اني اساهم بيه، اتعلم شغلات جديدة. طبعا كان الشغل جماعي، يعني احنا مجموعة من البنات وبيناتنا روح التعاون. هذا الشيء يعني زاد، خلانا نتشجع ونعاون بعض ونتساعد مع بعضنا.